السلام عليكم شباب، إن شاء الله هذا الجزء الثاني من محاضرتنا لهذا الموضوع اللي هو الجراوند ووتر. الجزء الثاني راح يتعلق بصورة أساسية شباب راح نبدي بالجراوند ووتر ايشوز او المشاكل اللي تتعلق بالمياه الجوفيه. المياه الجوفيه حالها من حال المياه السطحيه في معظم دول العالم او في معظم مناطق العالم اللي تعتمد على المياه الجوفيه، لكن الفرق الوحيد انه هذا المياه الجوفية تختلف عن المياه السطحية أنه ما نقدر نشوفها هذا بالتالي، وإلا كل المشاكل على سبيل المثال مشاكل التلوث اللي في المياه السطحية بالأنهار أو البحيرات هذه ممكن نشوفها وممكن نعالجها وممكن نقيسها مباشرة. نضوب المياه السطحية ممكن نشوفها ممكن نعالجها ممكن نتنبأ بها، لكن المياه الجوفية اللي داخل الأكويفرات هذه ما راح نقدر لا نشوفها ولا راح نتنبأ بها. هو هذا الفرق الأساسي اللي صار عندنا بمشاكل المياه الجوفية. يعني المشكلة الأساسية هي بالووتر مانجمنت أو بإدارة المياه، راح تسبب لنا مشاكل كبيرة في دول العالم. وإذا نلاحظ أو نقرأ المشاكل اللي تصير عندنا في الهند مثلا، المشاكل اللي تصير عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية، المشاكل اللي تصير عندنا في أفريقيا، هذه كلها مشاكل موجودة على مستوى العالم ومشاكل تدرس سنويا حتى نحل من عندها، حتى تحل هذه المشاكل. نقدر نصنف المشاكل العالمية للمياه الجوفية بأربع مشاكل أساسية. أول مشكلة اللي هي الأوفر درافت. الأوفر درافت لما يكون عندي استهلاك زائد غير مدروس لكمية المياه الجوفية. يعني على سبيل المثال أنت عندك منطقة معينة، هذه المنطقة المعينة بها بير يخدم 50 أو 60 أو عدد معين من الأشخاص. هذول الأشخاص يزرعون مثلا على سبيل المثال يزرعون محصول معين، خلينا نقول الخضروات. الخضروات تحتاج لها إلى كمية بسيطة من المياه، بس لما يغير استخدامات الزراعة، لما يغير استخدامات الأرض، لما هذول نفس هذول الناس يبدون يزرعون رز، الرز يحتاج له كميات أكبر من المياه، راح تشوف كميات المياه اللي راح يستخلصها من هذا البير راح تكون أكبر، فراح يصير عندي أوفر درافت، يعني راح نسميه سحب أكثر. شلون احنا نقول سحب أكثر؟ مثل حاجة بالسوق، أنت حاجة بالسوق متوفرة، لكن مجرد أنه تصير أزمة معينة راح يصير سحب من عندها ولهذا تقل. فهذه مشكلة أساسية، هذه تعتمد بالدرجة الأساس على الأشخاص نفسهم، على الناس نفسهم، على السكان نفسهم. إذا هذه مشكلة الأوفر درافت نقدر نسيطر عليها ونقدر نحلها بتغيير العادات، تغيير السلوك، تغيير الأساليب الخاطئة اللي طرأت على استخدامات المياه الجوفية في هذه في ذيك المنطقة. طبعا هنا أحب أنوه إلى شغلة واحدة شباب، ممكن راح يكون عندنا assignment إلى استخدامات المياه الجوفية والمشاكل، هذا راح نعلن عليه في وقت لاحق إن شاء الله، المشاكل المتعلقة بالمياه الجوفية. المشكلة الثانية الأساسية هي السبسيدنس. السبسيدنس هي نضوب المياه الجوفية. يعني أنت عندك قرية أو منطقة معينة أو حتى بلدة، يعني أنت عندك، خليني أذكر لك نقطة واحدة شباب، بالهند مستحيل يستخدمون المياه السطحية إلا ما ندر في مناطق شمال الهند لما تكون المياه نقية جدا إلى أبعد الحدود، ولا استخداماتهم هي كلها على المياه الجوفية وعندهم مخزون هائل من المياه الجوفية. مو بس الهند طبعا، حتى في أمريكا. فالسبسيدنس لما يكون أنت منطقة معينة معتمدة على المياه الجوفية هناك وتنضب الآبار بدون أي تغيير لا ديموغرافي ولا تغيير في استخدامات الأرض اللي شرحناها بالأوفر درافت، يعني نفس الاستخدامات، نفس طبيعة الحياة، نفس لكن البير من عنده ينضب نتيجة أنه قلة الريتشارج بسبب الكلايمت تشينج، بسبب التغيير المناخي، او ممكن على سبيل المثال التغييرات اللي تصير بمورفولوجيه النهر، ممكن بناء سد، ممكن تغيير مجرى نهر، ممكن حركات تكتونيه ممكن تخلي لي تسوي لي طبقه صاعده نازله تسد لي المجاري اللي كانت، المجاري تحت سطحيه اللي كانت تغذي لي هذا الاكوفر بالماء، فهذا راح يصير عندي سبسيدنس بعدين بالتالي يعني هذا ما راح اقدر اسيطر عليه، فهذه مشكله غير مسيطر عليها من قبل الانسان. المشكله الثالثه وهي مشكله صراحه خطره جدا
مشكلة يعاني منها أغلب سكان العالم، سواء بالخصوص اللي معتمدين على المياه الجوفية، اللي هي sea water intrusion، يعني تغلغل المياه البحر المالحة. لما يكون عندك مناطق ساحلية أو مناطق قريبة عن الساحل، أو مناطق حتى إذا كانت بعيدة عن الساحل لكن الطبوغرافية باتجاه يعني ممتدة من الساحل أو من البحر إلى داخل الأراضي اليابسة، راح نشوف عندنا تغلغل للمياه الجوفية، اللي عفوا تغلغل لمياه البحار المالحة واختلاطها مع المياه الجوفية، وراح تسبب لي مشكلة تملح. يعني احنا تشوف مثلا عندك في البصره او في العماره او في حتى في المناطق القريبه من يعني جنوب السماوه، ممكن الابار ورا يعني بعد فتره صارت ابار مالحه نتيجه انه تغلغل مياه الخليج لها، خصوصا لما بدا يصعد مي الخليج يسبب لي هذه المشاكل. المشكله الرابعه والاخيره والاخطر اللي هي البوليوشن، التلوث، تلوث المياه الجوفيه والتلوث التحت سطحي. مثل ما ذكرنا شباب، هي من اخطر انواع التلوث لان هي ما محسوسه وما ممكن قياسها أو ما ممكن رؤيتها بسهولة. فتلوث المياه الجوفية هي مشكلة أساسية، مشكلة خطرة في كل دول العالم. الـ groundwater contamination، الـ contamination هو مصطلح التلوث، نستخدمه دائما بالـ groundwater. ليش يصير هذا الـ contamination؟ لما يكون عندي المان ميد برودكت، الأشياء أو المنتجات اللي يصنعها البشر، يعني هذا البشر والله يعني أكثر ما أعرف يعني كل مشاكل. إذا المان ميد برودكت such as gasoline، مثل الغازولين، مثل الأويل، مثل الرود سولت، يعني مثل الكيميكلز، هاي الأشياء المنتجات get into the groundwater and cause it to become unsafe and unfit for human use. هذا شنو معناته؟ لما تكون عند المنتجات اللي يصنعها الإنسان مثل الغاز أو يستخدمها الإنسان مثل الغازولين، النفط، الكربون، المنتجات المعقمات، هذه المنتجات المنظفات، هذه كلها لما إحنا نستخدمها وإحنا في منطقة تعتمد على المياه الجوفية أو في منطقة عالية النفاذية ونذبها على التربة، هذه التربة راح تسحبها، بالتالي وين راح تروح؟ راح تروح إلى توصل إلى المياه الجوفية، فراح تأثر لي هذه المياه، راح تتغير مواصفاتها وتتغير خصائصها بحيث تصبح مواصفاتها وخصائصها غير آمنة وغير مناسبة مع الاستخدامات البشرية. هذا الـ contamination، الـ groundwater contamination. المواد اللي تجي عندي من الـ land surface، يعني تجي من سطح التربة، هذه قلنا تتغلغل إلى داخل التربة وتروح إلى تتصل بالمياه الجوفية. على سبيل المثال الحقول الزراعة، لما نستخدم البستسايد، لما نستخدم المبيدات، أو لما نستخدم الفيرتيلايزر، يعني لما نستخدم الأسمدة، فهذه بعدين بالتالي لما تجي كمية المياه الري راح تذوب بها، وبالتالي راح تروح تتغلغل داخل طبقات التربة. فلما تتغلغل داخل طبقات التربة راح نشوف إنه إحنا ما راح نستفاد منها. الرود سولت، هذه كل المنتجات، منتجات السيارات، مخلفات السيارات، سواء من الكربون، من الرصاص، من الفوسفور، من الزئبق، هذه كلها منتجات يسموها الرود سولت. هذه بالتالي لما يجي مطر، هذا المطر ياخذها الى شبكات المجاري، اذا كانت شبكات المجاري ما متصله بمحطات معالجه راح تروح بالتالي الى المياه الجوفيه. مايننج اللي هو التعدين او المناجم بها مخلفات كثيرة، ممكن كذلك راح تأثر لي أنا على المياه الجوفية. هواي عندنا من الأمور اللي راح تأثر لنا على المياه الجوفية. وأخطر شغلة موجودة في تأثيرها على المياه الجوفية وبشكل كبير جدا هي السبتك تانك. السبتك تانك احنا كلنا في بيوتنا عندنا أحواض الصرف اللي موجودة في داخل البيت، اللي هي نصرف بها مياه المجاري أو نصرف بها مياه الغسل اللي تطلع من البيت، راح تروح إلى السبتك تانك. هذا السبتك تانك راح يكون متصل بسطح التربة، وبالتالي راح ترسب
كل هذه الأمور سواء المياه المجاري أو المنظفات أو المعقمات أو اللي المخلفات اللي إحنا نطرحها نتيجة الاستخدامات البيولوجية، نتيجة الاستخدامات الحياتية أو نتيجة الفعاليات البيولوجية لأجسادنا، راح تروح بالتالي إلى المياه الجوفية وراح تروح تتغلغل إلها. فهذه كلها نسميها ground water contamination. مخاطر الground water contamination، الدرينكينج يعني نوعية مياه الشرب راح تكون غير قابلة، راح تكون إلها مشاكل صحية بالغة الأهمية، راح تسبب لنا أمراض مثل الزحار، مثل الملاريا، مثل السبتيك تانك راح تسبب لي مثلا الكلى، الإسهال، التسمم راح يسبب لي اياها، هواية هواية أمور راح تسبب لي مشاكل متعلقة بالصحة. الأنواع كثيرة من السرطانات راح تجي من السبتيك تانك أو راح تجي من الكونتامينيشن للجراوند ووتر. تخيل حتى الوايلد فاير يعني حتى حرائق الغابات راح تأثر عندي بالكونتامينيشن أو بتلوث المياه الجوفية. طيب أعتقد صارت أنا عندي مشكلة صارت بالعرض لكن هنا أنا. طيب الكونتامينيشن أكو الأساسيات أو أكو المصادر الأساسية للكونتامينيشن. المصادر الأساسية للكونتامينيشن يعني لو نشوف هاي الصورة، هذه الصورة كلش واضحة، وإذا تفوتون يمكن بالتفاصيل بهذه الصورة راح تشوفوها كلش واضحة. أولا دخان المصانع، هذا دخان المصانع راح يروح يلتقي ويا الغيوم وراح ينزل ويا المطر، نزل ويا المطر راح يروح إلى يتغلغل إلى المياه الجوفية. الطائرات راح تكون لها مخلفات وبالتالي بعدين نفس الحالة. المايننج أو اللاندفيل كذلك راح تغير لي تركيبة التربة. السبتيك تانك اللي موجودة عندنا في بيوتنا، الأنيمال ويست يعني مخلفات الحيوانات، يعني هواية هواية أمور. الويست أوف دمبينج سايت يعني مواقع القمر الصحي سواء النفايات أو المخلفات الكيميائية، هذه كلها راح تروح بالتالي، راح نشوفها كلها راح تروح بالتالي تتجه الغاز ستيشن، محطات الوقود، محطات البنزينات. ممكن يصير عندك انت ليك في الخزانات التحت السطحيه وراح يروح يتسرب، هذه كلها راح تتسرب بعدين راح تروح وين؟ راح تروح الى الجراوند ووتر وبعدين راح نجي نسحبها وراح نشوف التاثير مالتها عليها. فالبوتنشال سورس اوف جراوند ووتر كونتامينيشن نجي ناخذها نفصلها. يعني اول شيء الستورج تانك، الستورج تانك اللي هي مثل بمحطات الوقود اللي تحوي على الغازولين أو الأويل أو بالمصافي أو حتى بالموانئ، هذه الستورج تانك راح تحوي على غازولين أو نفط أو كيميكلز مواد كيميائية بمختلف أنواعها السائلة، وراح تأثر لي بعدين على نوعية المياه الجوفية إذا صار بيها ترسب أو تسرب أو صار بيها خلل. Uncontrolled hazardous waste، عندنا في بعض الأحيان المعامل الكيميائيات ترمي مخلفاتها في أي مكان ما، هذه راح يكون كثير لها تأثير على المياه الجوفية. هم بالأغلب راح يخلوها في بارل، في براميل، هذه البراميل بعدين راح تتأكسد يعني تزنجر وبعدين راح تنتقل المياه المكونات الخطرة أو المكونات الكيميائية إلى داخل التربة. Chemicals and road salt يعني الكيميائيات اللي تطلع من السيارات سواء الرصاص أو الزئبق أو الكربون، هذه كلها chemicals راح تروح إلى المياه الجوفية وراح تقتل اللي خلينا نقول نوعي تقتل عفوا المواد اللي نستخدمها بالفيرتيلايزرز التسميد او في التسميد او
المبيدات، هذين الاثنين هن الكيميائيات اللي تستخدم بالزراعه، هذه لها تاثير كلش كبير على المياه الجوفيه. السبتك تانك او السبتك سيستم اذا ما كان مربوط ب، طبعا هذه احنا في كل بيوتنا هي اكيد ما مربوطه، وهذا لها تاثير كلش كبير. اللاندفيلز، اللاندفيلز هي المواقع اللي مواقع التمر، يعني اللي بنشوفها حاليا ترست بغداد في مواقع غير مدروسة وفي مواقع غير صحية، هذه كلها راح تأثر لي بعدين بالتالي على المياه الجوفية أو المياه اللي موجودة عندي. اللاندفيلز هذه كلها راح تروح بعدين تسرب إلى داخل التربة وتروح عندي إلى المستويات السطحية التحت سطحية من الماء. الأتموسفيريك كونتامينانس يعني مخلفات الطائرات، مخلفات دخان المصانع، حرائق الغابات، هذه كلها راح تخلف مواد كيميائية راح ترتبط بالأمطار وراح بعدين تنزل على سطح التربة وراح تتغلغل إلى المياه السطحية. بالمناسبة شباب، المياه السطحية هو مورد استراتيجي من الموارد الطبيعية اللي لازم نحافظ عليها، هذه نسينا نقولها في بداية المحاضرة. هنا نجي إلى الجيومتري. الجيومتري لما أحفر بير في منطقة معينة أنا أريد أشوف أنه مستوى المياه الجوفية الووتر تيبل شلون يتصرف، حتى انتقل لموضوع ثاني، مستوى المياه الجوفية شلون يتصرف. لما أحفر بير في تربة رملية وأحفر بير بنفس المواصفات في تربة حصوية وعندي نفس مستوى الماء، نفس الووتر تيبل بنفس المواصفات، وحتى الكيو اللي يطلع من اي التصريف اللي يطلع من هذا البئر اي نفسه التصريف اللي يطلع من البئر بي تحت تاثير البومبينج او تحت تاثير السحب. فلما اسحب من الساند راح اشوف انه مستوى المياه الجوفيه هذا راح ينخفض بشده وراح ينزل الى نهايه البئر، يعني راح ينخفض راح مستوى المياه الجوفية. يعني لما أسحب مي من هذا البير راح ألاحظ أنه مستوى المياه الجوفية راح ينخفض. هذا الانخفاض أسميه cone of depression، يعني مخروط الانخفاض أو مخروط الانحناء الهبوط بمستوى المياه الجوفية. فلما كل ما تكون عندي التراب ناعمة هذا المخروط راح يكون حاد وأكبر من ما تكون عندي التراب الخشنة. طبعا عموما هو هذا المخروط بعدين راح ياخذ شكل دائرة يسموها الاريا اوف انفلوينس، دائرة التأثير اللي داخلها اللي سنترها راح يكون هو البير. مرات في لما ندرس الآبار ولما ندرس المياه الجوفية لازم أحافظ على المسافة اللي حسب مواصفات التربة أنا أجي أدرس هذا الكون وأجي أطلع الراديوس أو الدايمتر مالته حتى لا أسوي تقاطع بين البيرين أو بين تأثيرين لمساحتين لبيرين مختلفين أو متجاورين. هذه طبعا كلها مدروسة وكلها معادلاتها موجودة، راح أشوف إذا عندنا وقت راح نأخذ بهذا الموضوع حتى نأخذ عليه بعض الأمثلة. فهذا هو cone of depression، هذا مصطلح كل شيء يهمنا لما أجي أنا أدرس المياه الجوفية وأدرس حركة المياه الجوفية. ملاحظات كلش مهمة شباب، نصف قطر radius of cone of depression is determined by the pumping duration، يعني هذا نصف القطر مال هذا اللي هو نصف القطر مال الـ area of influence هذا راح يتأثر أو راح يعتمد بالدرجة الأساس على الـ pumping duration. يعني على سبيل المثال لما بئر أنت حافرة وجماعة المياه الجوفية أو مهندس المياه الجوفية أو الهيدروجيولوجيست راح يقول لك إنه هذا البئر لازم تسحب من عنده 6 ساعات باليوم حتى يحافظ على الكون اوف ديبرشن مالته، يعني راح يحافظ على كون اوف ديبرشن معين هنا. لكن أنت من تشغل المضخ على هذا البئر 12 ساعة أو 14 ساعة أو 15 ساعة راح يصير أنت عندك هذا التأثير، أو راح يزيد هذا الدايمتر وراح يتداخل ويا البئر الثاني وراح يسبب لك مشاكل، يعني البئر راح يحتاج لفترة أطول حتى يصير بي ريتشارج. هذا رقم واحد. رقم اثنين depth of cone يعني عمق هذا الكون. هسه هذا بالنسبة
للراديوس شرحناها. هذا هو الراديوس، لما انت تسحب 6 ساعات راح يكون هذا الراديوس الاول. هذا خلي ارجع للنقطه الاولى، لما تسحب 6 ساعات هذا الراديوس القليل هو الراديوس لست ساعات، بس لما تسحب 8 يعني 12 ساعه او 14 ساعه خارج المواصفه راح يزيد هذا الراديوس وراح يطلع راح ينتشر الى الجوانب المحيطه بالبير وراح ياثر لك على الابار. طيب عمق هذا الانحناء او هذا الهطول، هذا يعتمد كذلك على البامبينج ريت. لما انت سامحي لك بست ساعات بامبينج، لما تجي تسحب 14 ساعه راح اشوف انه الهطول مالتك راح يزيد اكثر، فهذا راح يسبب لك مشاكل ب إعادة تغذية هذا البير. طبعا هذه هي المواصفات الأساسية أو الجيومتري الأساسي، أحاول أنه أفصلها، أنه المسافة بين بير وبير هي L، المسافة هذا الكون اللي هو الووتر تيبل، هذا هو الووتر تيبل، المسافة من سطح التربة إلى القمة مال هذا الووتر تيبل راح أسميها D sub M، مستوى المياه الجوفية راح أسميه D sub 1 دي سب دي، هذا هو الأول. من بعد البامبينج أو من بعد الانترفيس راح ينزل عندي هذا أسميه دي 1. الهيدروليك كوندكتيفيتي هي KA، راح تفصل إلى الهوريزنتال والفيرتيكال، وبعدين الدايمتر مالت البير هو أسميه دبليو. هذه مجرد جيومتري تستفادوا من عدها، تطلعون عليها ممكن تفيدنا في موضوع ثاني أو في سؤال ممكن يجينا هنا في هذا الفصل. كمهندسين احنا لازم نلقى حلول للمشاكل اللي صادفنا. اليوم انت كمهندس مدني عندك هذا السيستم اللي موجود، انه منطقة معينة اسمها A ومنطقة معينة اسمها B. هذا الاثنين المنطقتين يعتمدن على سحب مياه من هذا الأكوفر اللي هو الأزرق بهذا البير B وهذا البير A. افرض على سبيل المثال عندك هنا محطة وقود او مصنع للكيميائيات، وصار عنده سبتك تانك او عنده الستورج تانك وصار عنده تسرب. طيب لما يصير انت عندك تسرب، حركة المياه الجوفية هي من الشمال الى الجنوب، يعني من النورث الى الساوث. طيب المشكلة صارت انت عندك بالنورث يعني بالمنطقة اي اللي هي بالنورث. طيب حتى تحذر المنطقة وحتى تحذر الناس اللي موجودين بالمنطقة بي من انه اكو contaminant اجتي contaminant wave اجتهم، يعني موجة تلوث اجتهم نتيجة هذا. طبعا انت رصدت التلوث بهذا البير اللي انت عندك، هذه ممكن تكون ابار قياس او ممكن تكون عندك انت ابار الاستخدام. لما رصدت انت عندك هذا التلوث او هذا الكونتامينيشن بالبير، اي انت لازم بشغلك كمهندس لازم تحذر الناس بالمنطقه بي. ليش؟ لان اتجاه الجريان هو من النورث الى الساوث. لو كانت بالعكس هذا ما عندك انت مشكله، يعني لو كان الكونتامينانت هنا راح يروح بهذا الاتجاه ما عندك مشكله بالنسبه لي، لكن هنا الحاله معكوسه. فحتى تعرف حركه المي او حتى تحسب حركه المي داخل هذا السيستم، هذه حركة معقدة صراحة، ممكن بثلاث اتجاهات أو أربع اتجاهات، ولهذا فقط المعادلات التفاضلية من الدرجة الثالثة هي اللي تحلها. لكن حتى ما ندخل بهذه التفاصيل كلها، ممكن مو اختصاصنا هو، لكن احنا علينا اليوم انه لازم نلاقي حلول لهذه المشاكل. فحتى ندرس هذه الحالة ندرسها بالون دايمنشن، يعني ندرسها بالون دايمنشن أو باتجاه واحد بمعادلات باتجاه واحد. فحركة المياه الجوفية معقدة جدا داخل هذه الأسطح، مختلف عندي هواية من الكونتامينانت ممكن تأثر عندي، ممكن تجيني كونتامينانت من الطبقات الجيولوجية نفسها، لكن اللي يهمني آني إنه الترافل، يعني الرحلة مالتها أو المسيرة مالتها أو وقت الانتقال مالتها من نقطة إلى نقطة، أنا هذا لازم أعرفه ولازم أدرسه ولازم أحسبه ولازم أحسب الفيلوسيتيز كمهندس مهندس مدني أقدر أحل به هذه المشاكل. واحدة من التحديات اللي صادفني أنا اليوم كهيدروجيولوجيست أو أنا اليوم كمهندس مدني،
احصل بيانات لها معنى فيزيائي او بالاحرى لها معنى كيميائي من الابار او من المياه الجوفيه. صراحه ماكو ذيك الامكانيه، يعني حتى في الدول اللي تعتمد 100% اساسا 100% على المياه الجوفيه في استخداماتها، هم ما عندهم هذه قاعده البيانات انه يوميه مثلا يحصل ياخذ عينات ويفحص كيميائي او فيزيائي او يفحص كذا. فهذه هي المشكله اللي تصادفنا احنا. لكن في بعض الاحيان انه تصادف انت عندك مشكله حتى اذا سويت قياسك كل اسبوع او كل شهر، اذا حسيت انه اكو كونتامينيشن هنا فانت لازم تحذر هذه المنطقة ولازم تحسب زمن الوصول وشون تحل هذه الأزمة. الماثماتيكال ديسكريبشن اوف جراوند ووتر فلو، يعني التصنيف الحس او الشكل الرياضي لوصف المياه الجوفية، هو يعتمد بالدرجة الأساس على قانون دارسي او على دارسي او التجارب اللي سواها دارسي في منتصف 1880. هذه تبين لي قانون دارسي، هو يبين لي العلاقة بين مثل ما شرحناها بين خصائص التربة وبين الانحدار الهيدروليكي. ليش؟ لأن أنت عندك مستوى المية هنا وعندك الووتر تيبل هنا، فأكو انحدار هيدروليكي بهذا الاتجاه. هذا الانحدار الهيدروليكي راح يسبب لي حركة مي، حركة المي راح تكون داخل وسط مسامي، الوسط المسامي إلى خصائص اللي هي الهيدروليك كوندكتيفيتي، وأنت ده تسحب مي من هذا البير بكيو معين. اذا الكيو عندي الانحدار الهيدروليكي بين هاي النقطة وهاي النقطة عندي، والكي عندي، اذا هي نفس المبدأ نفس المفهوم، هو هذا المفهوم الاساسي. والا لو نريد ندخل بتفاصيل دراسة المياه الجوفية راح ندخل من عدها، ويمكن سنة ما نطلع من عدها، لكن راح ناخذ هذا المفهوم المبسط حتى اربط لكم اياه مثل ما حكينا ويا الموديول اللي قبله. الفرضيات بالنسبة للمياه الجوفية هي فرضيات قد تختلف نوعا ما، لكن الفرضيات اللي احنا راح نستخدمها هي انه تراب الماتيريال، عفوا تراب الاكوفر او المواد اللي متكون منها الاكوفر، هي انكمبريسبل، غير قابلة للانضغاط او غير مضغوطة، يعني ما راح تتغير عندي نسب الانضغاط، فراح تكون نسب المواد فراح تكون تأثير الضغط عليها راح يكون تقريبا مهمل أو ثابت. الووتر راح أعتبره إلى constant density، يعني الدنسيتي مالت الكثافة مالته ثابتة، ما عندي أي تغيير بالضغط نتيجة الأوفربيردن أو نتيجة الأتموسفيريك بريشر، ما راح يكون عندي أي تأثير بالضغط. راح أخذ بس بالone dimension، ما راح أخذ لا بالtwo ولا بالthree، لأن هذه راح تكون عندي معقدة أكثر. الجراوند ووتر راح يجري بشكل بطيء جدا بحيث الرينولدز نمبر مالته أقل من الواحد، هذه هي الفرضية اللي كانت عندنا بالدارسي. والهيدروليك كوندكتيفيتي هي ايزوتروبيك سكيلر، يعني ما تتغير ويا المنطقة أو ويا الجريان. هذه كانت